السلام عليكم أيها المواطنين، اليوم راني جايب خطة حربية عسكرية رهيبة فتشاكة. أنت تتكلم قد؟ أي دولة العدو راح تبعث، واش يقولوا له هذاك؟ تبعث واحد مستكشف يدور في الجزائر العاصمة، يدور بين الباطيمات والصوالح هذه، هما يصدموا علينا، كي يصدموا يعودوا يدوروا في الجزائر، الجزائر خاوية، ما فيها والو، أي حنا كي نديروا نربحوا عليهم، نخلوهم جي 12 شاعلين ونبهضوهم، كاع نخلعوهم كيما كان. صباح الخير ومساء الخير يا للروح. السلام عليكم اصدقائي الاعزاء، مرحبا بكم في هذه الحلقه الجديده. في هذا الفيديو هذا ماشي غادي تشبع الضحك، راك غادي تموت بالضحك. قال لك سيدي بان واحد الجزائري بوهالي خصو يمكن القرقوبي راه مقطوع، دار واحد الفيديو وقال لك بانه لقى الخطه اللي غادي يقدر يقضي بها على المغرب غير بالخلعه. هذه الخطه هو سماها خطه نتاع الخلعه. يا ودي يا الكرغولي، نتوما ما غاديش تقتلونا بالخلعه، نتوما راكم غادي تقتلونا غير بالضحك. وبغيت نجاوب واحد الجزائريين اللي كيدخلوا دائما عندنا التعاليق وكيبقاو كيسبونا وانتوما العياشه وانت راك عياشي. انا ما غاديش نجاوبك بالطريقه ديالك يا الكرغولي، انا عياشي وافتخر، وحنا على هاد الرايه كنموتوا. شتي هاد الرايه اللي كتشوف نتايا؟ غادي نوريها لك. ها هي، اسمحوا لي، هادي كنموتوا عليها حنا العياشه، حنا عياشه ونفتخر. كيبقاو فيكم هاد الفيديوهات اللي كنحطوهم حنا عندنا في القناه، هذا الواقع ديالكم، حنا ما كنعايروكمش، حنا كنجبدوا فيديوهات غير باش نضحكوا، ولكن نتوما كديروا هاد التعاليق وكتبغيني انا شخصيا باش نجاوبك. انا ما غاديش ندير لك داك القليب ولا غادي ندير لك لايك، غادي نخليك معلق، كتبقى الريح الريح ديالك كياكلوك. علاش هاد العياشي هذا ما جاوبنيش؟ اصدقائي الاعزاء، ما ندخلش معكم في التفاصيل، عطيونا لايكات الفيديو وعطيونا التعاليق ديالكم باش الفيديو هذا يتقترح على بزاف ديال المغاربه في جميع انحاء العالم. يلا نشوفوا الحلقه ونتلاقاو في النهايه. السلام عليكم ايها المواطنين، اليوم راني جايب خطه حربيه عسكريه رهيبه فتشاكه. انت تتكلم قد؟ لازم شنو حاجه؟ لازم الجيش والشعب يكونوا خاوه خاوه، لازم تكاتفوا باش تنجح. لا حول ولا قوة إلا بالله، والله ما أعرف غير منك دلوقتي أبو حميد. الخطة واش تقول؟ لازم الشعب هذا، الشعب الجزائري العظيم الأبي، كل روح نسكنوا في الحدود، نخووها الجزائر من داخل، كل نسكنوا في الحدود، ونديروا كاع هاشتاك سوف أسافر من أجل تأدية مناسك العمرة. استغفر الله. سوف أسافر من أجل تأدية مناسك الحج، أو مسافر لرحلة، شغل الجزائر خوات الظهر، والجيش الثاني هو لازم يدير في الفيسبوك تاعو، سوف آخذ قيلولة لأن الجزائريين ذاهبون في رحلة، شغل التمويه هذه، تعطيك واحد، كونتر خطة هذي. ولا حد واخد باله مني، أنا وراهم لحد ما أدخلهم الغشة. أي دولة العدو راح تبعث واش يقولوا له هذاك؟ تبعث واحد مستكشف يدور في الجزائر العاصمة، يدور بين الباطيمات والصوالح هذو. اي صافي، وير ار يو دوين؟ كاسكيليا كاسكيليا تاع بعد ما يرد عليه، شغل الجزائر خاوية خلاص. اي هو يروح يرجع للدولة نتاعو، يقول لهم بيبليك دو الجيريا ابسونت، شغل الجزائر خاوية، الله نصدموا عليه. هما يصدموا علينا، كي يصدموا يعودوا يدوروا في الجزائر، الجزائر خاوية، ما فيها والو، أي حنا كي نديروا نربحوا عليهم، نخلوهم جي 12 شاعلين ونبهضوهم، كاع نخلعوهم كيما كان. اعمل نفسك ميت، اعمل نفسك ميت. أيا نقتلوهم بالسكر، يموتوا بالخلع، شغل هما ما جوش مستعدين، داير الجزائر فرغت، أيا نقتلوهم بالخلع، كاع كيما هاك. يموتوا بالخلعة، يطلع لهم سكر ولا طاسيون، يموتوا بالخلعة، وما خسروا جيش، ما خسروا شعب، ما خسروا سلاح، وتكون عندنا بصمة في هذا العالم كدولة فازت وغلبت الخصم بالخلعة. يا نفوزوا بالخلعة، كونوا معايا وطبقوا المشروع هذا، راه ناجح، سيينا في الدولة نتايا هذيك. استغفر الله. شو عندك أمنية؟ بسرعة. أموت أنا ساجد. تموت أنت ساجد؟ يا الله،
طب انت يا راد يا اخوي بتصلي؟ لا. سائلة من البليدة تقول: هل يجوز لي أن أدعو للشيطان بالهداية؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لا لا زيد ادعي له يدخل الجنة وتكون انت زوجته في الجنة. وين وين هذو ما أبو لهب وفرعون؟ هذو راهو ثابتت النصوص بأنهم من أهل النار. أسئلة غريبة. واحد جا سقساني ويلا حواء شعرها أصفر. وأنا وين شفت حواء ولا تلاقيت بها ولا حضرت العرس نتاعها كي تزوجت بآدم عليه السلام؟ يا أخي تزوجوا في الجنة، واش دخلك أنت تحوس على حواء ولا شعرها أصفر ولا كحل ولا كيفاه داير؟ واحد سقساني الكلب تاع أهل الكهف، هل هو دوبرمان ولا شيان باجي؟ يا صاي 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 برد القلب من هادو العرب. ولحد الآن في العاصمة ما زالت الناس في 2019 تجري على ساشي حليب اللي هو الغبرة مخلطة مع ماء. بناء على معلومات مؤكده تحصل عليها افراد فرقه امنيه الوطني بزموله مفادها تحويل احد تجار للمواد الغذائيه على التي تعرف طلبا كبيرا من طرف المواطن وندرى في محلات تجاريه على مسارها. بعد استيفاء الاجراءات القانونيه تم ضبط داخل المسكن المعني كميه من هذه المواد المتمثله في 186 كيلوغرام من الفاصوليا، 600 كيلوغرام من الارز، 300 كيلوغرام من العدس، و 379 كيلوغرام من الخبز بقيمه ماليه تقدر ب 304,800 دينار جزائري. على إثرها تم توقيف المعني وقيادته نحو مقر الفرقة لاستكمال التحقيق. تم رفع ضد المعني جنحة المضاربة غير شرعية في المواد الغذائية، جنحة ممارسة نشاط تجاري دون محل تجاري، جنحة ممارسة نشاط تجاري خارج موضوع السجل التجاري. سيتم تقديم فيديو ندار هنا ولا ندار عم جيراننا وفات هنا 77 97 97 سيت جايين من الجيران من حاشا تونس، جيران اخرين. أنا نحذر المواطنين من فيسبوك، جاي من دولة ما تبغيناش الخير. معالجة الجراد المغربي المحلي يتم استكشافه قبل دخوله إلى مش اللي كانت به إسبانيا غير مقبول. عدد الجزائريين الأميين الذين لا يحسنون لا الكتابة ولا القراءة عددهم 90% من المواطنين. برنامج تاعي عنوان تاعو لنبني الجزائر معا. انا مترشح ثقيل باذن الرحمن الرحيم، 30 سنه سياسه في الظل. وما يجيش نرشح روحي، انا مباشر كبر الرحمن دوبي كادرين جديد من سنه 1892. اشخاص قادهم خيالهم الواسع واحلام اليقظه الى مقر وزاره الداخليه. هنا يودعون شخصيتهم القديمة ليدخلوا في تقمص دور شخصية رئيس الجمهورية. حبيت مثلا الأم اللي ماكلة في البيت، بما أنها تربي الأطفال على الأقل يديروها مليون في الشهر، تقعد تربي ولادها على ظلها على مليون. برنامج كيما الناس نخدم من البلاد ونسقم إلى كتب الله، تخسيف راح يفوت عليا تركنية. شخصيات خرجت عن المألوف وحولت مبنى الدكتور سعدان إلى مسرح، أين تفنن كل واحد منهم في صناعة الحدث على طريقته الخاصة. نابليون كي كان رئيس، كيفاش كان نابليون؟ كان بتي توم. وانا راني هم راني طويل عليا شوية. مالكش البطاطا انا؟ الرئيس ياكل بطاطا؟ ايه هذا هو. ستيك. ديريكت. علاه؟ يا الدراهم كاين الدراهم سبحان الله. ما نعتمدش على جيل تاع التسعينات. أنا جيل التسعينات أنا سميته جو طابل. أنا باتوا في التيتوارات وخاصني يديروا. وكان بداني بات برا. والشعب الامريكي يطالب بانني ان اكون رئيسا عليهم، ولكن ان اتمنى ان اكون رئيسا على بلادي بلاد الشهداء والابرار. ساعة الحسم تقترب، ايام قليلة ويسدل الستار عن مسرحية الراغبين في الترشح. يعطي المجلس الدستوري كلمته الاخيرة كاشفا عن فرسان قصر المرادية، لكن سيبقى هؤلاء في الذاكرة. قسما بالنازلات المعيقات والدماء الزاكيات الطاهرات، نحن ظلنا في حياة الأوممات
وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر فاشهدوا 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 على بويمات الجهاد. فيديو ندار هنا ولا ندار عم جيراننا وفات هنا. أصدقائي الأعزاء كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. شكرا لكم بزاف, سمحنا لكم أن طولنا لكم, مادا بكم تعطيونا الآراء ديالكم في خانة التعليقات. ما تبخلوش علينا بلي لايك وتبارطاجيو هذا الفيديو مع الأصدقاء ديالكم باش كلشي يشوف الفيديو ويلتحق بالعائلة ديالنا اللي هي عائلة قناة بولبوش. شكرا لكم أصدقائي الأعزاء, غادي نخليكم حتى الحلقة أخرى إن شاء الله. ديما مغرب, السلام عليكم.